تاو بشكل عام يعني، هل هو ظالم ام مظلوم بلغة العناوين كده؟ ان هو لعيب صفقة كبيرة على مستوى مادي وجاي من الدوري الانجليزي، لكن ما قدمش المنتظر منه. يمكن البعض اتكلم في اصابات، ممكن البعض اتكلم ان هو مش مناسب. انا عايز اعرف رأيك انت في القصة دي، بالنظر ان هو النهارده فعلا اكتر واحد كان بيعمل شكل هجومي للاهلي في اللقاء. الماتشات الكبيره اللي زي ديت تحكم على اللعيبه الكبيره، وهو النهارده معلش يعني مش بيرسي تاو اللي يجي يقول لي سان داونز انا لعيب كنت عندكم وبثبت نفسي والكلام ده. عندنا ما بيبقى لعيب في النادي الاهلي او لعيب في نادي الزمالك وروح فرقه ايوه في الدوري بيبقى بيلعب اي اهلي او زمالك بيبقى انا اسف في الكلمه بيموت نفسه عشان يقول انا ما ينفعش اللي انا امشي. تمام. لكن هو لعيب كبير ولعيب جاي من الدوري الانجليزي، فباين النهارده اللي هو لعيب كبير في وسط ال 22 لعيب، مش في النادي الاهلي او لا، في اللي وسط ال 22 مميز. صح. لكن هو انا شايف انت لو راجعنا ارقام بيرسي تاو كلها ما فيش ماتش شارك فيه لما كان ليه بصمه وليه شكل وباين عليه اللي هو كويس. ومعلش هحكم عليه والحاله العامه بتاع اللعيبه كلها تكون كويسه. يعني النادي الاهلي برضو الحاله العامه مش كويس، حتى مع موسيماني كان في ماتشات تتعمل كويس وفي ماتشات ما تعملش كويس. لكن انا احكم عليه لما اللعيبه كلها تبقى فت واللعيبه كويسه وهو في وسطهم وهو صح. في وسطهم مش كويس. صح. اقول لك هو ظلمه اللعيبه المجموعه اللي في القايمه، مش في القايمه، اللعيبه مش في حالتها. يعني انا بقول برضو النادي الاهلي معلش الافارقه او الاجانب اللي بيجوا في النادي الاهلي معلول مميز وعامل اضافه، صح. اجاي كان قبله مميز وعامل صح. اضافه، ازارو قبله مميز وعامل اضافه، بيرسي تاو مميز وعامل اضافه. لو المجموعه اللي معاه فت وفايقه هتلاقيه مميز وعامل اضافه. تمام. هو بيتصاب دي حاجه ما نقدرش نتكلم فيها، يعني انا في حاجات معينه ما ينفعش تشوف بقى أتكلم. اسباب الاصابات، اسباب بقى اصابات مزمنه، حمل تدريبي، نفسيه. وفي مثل برضو انا بقوله كل شويه، هازارد. يعني انت هازارد مثلا كان نمره واحد في تشيلسي، ريال مدريد جابه ب 100 مليون. هازارد في 3 سنين ما لعبش 3 ماتشات على بعض كعدد دقايق، يعني مفهوم. فده ايه؟ اصابات. يلعب ممكن 10 دقايق يتصاب يقعد شهرين. لكن ما حدش هيختلف على قيمه وفنيه هازارد. وبيرسي تاو انا شايفه كده برضو.